اليوم فريق الوداد سيطوي صفحة المدرب عادل رمزي، وسيبدأ وصفحة جديدة بقيادة فوزي البنزرتي. والبداية بدوري أبطال إفريقيا، والوداد سيدخل المباراة من أجل العودة بالثلاث نقاط لانعتاش آماله للعبور إلى الدور الثاني. وإليكم أرقام عادل رمزي رفقة الوداد. 23 مباراة فاز الوداد في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات، في حين تلقى المريض الأحمر 7 هزائم. وسجل هجوم الوداد 29 هدفا وتلقت مرمى الوداد 19 هدف، في حين حافظ الوداد على نظافة شباكه في 10 مباريات. بعد وداعية عادل رمزي، الوداد ما زال ينافس على 3 وجهات. يتفاز الوداد في جميع مبارياته دوري أبطال إفريقيا سيعبر كمتصدر، وأيضا يتفاز في المباريات المؤجلة في الدوري المغربي سيتصدر الدوري الممتاز.